توفي طالب يبلغ من العمر 6 أعوام داخل حافلة مدرسته بعد نسيانه داخلها وهو يغط في نوم عميق، حيث لم يلاحظ سائق الحافلة أن بداخلها أحد الطلاب ليوقف الحافلة بعد انتهاء اليوم الدراسي ظهرا. أكد والد وعم الطالب عبد الملك العوض أن عندما تأخر عن موعد وصول ابنهم المدرسة حاولوا الاتصال بالإدارة اللي اتصلت فيه في وقت لاحق لتخبر أن ابنه مريض، وعند وصوله إليهم فوجئ بنبأ وفاة ابنه الوحيد، وحمل عم الطالب إدارة المدرسة مسؤولية وفاة عبد الملك متسائلا عن سبب عدم وجود مرافقة لطلاب في سن الطفولة أثناء نقلهم بحافلة النقل المدرسي، وعدم اتصال إدارة المدرسة بأسرة الطالب للاستفسار عن تغيبه. من جانبها فتحت إدارة التعليم بجدة تحقيق في الحادثة، كما باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيق في ملابسات الواقعة، حيث تم القبض على سائق الحافلة. هذا وقد شهدت المملكة عدة حوادث لحافلات نقل الطلاب في عدة مناطق، منها على سبيل المثال نبغى نتكلم أول شيء عن الرياض. في الرياض أصيب 8 طالبات في حادث انقلاب حافلة تقلهن بالقرب من مخرج 28 على الدائري الغربي، وتم إسعافهم من قبل 5 فرق إسعافية وطائرة إسعاف جوي. أيضا في الباحة أصيبت 24 طالبة أعمارهم ما بين 18 و24 سنة فيما لقي سائق الحافلة مصرعة جراء حادث مروري وقع بين سيارة والحافلة الخاصة لنقل الطالبات. إلى الجبيل، في الجبيل تسبب قائد حافلة في مدرسية كان يقودها بتهور، وكانت هذه الحافلة تقل طلبة إحدى المدارس في الجبيل الصناعية أثناء عودتهم لمنازلهم ظهرا في مصرع طالب في المرحلة الثانوية كان يقود سيارة أخرى. أما في مكة المكرمة أصيب 8 طالبات وتوفيت أخرى بمدرسة الخضرة الابتدائية نتيجة حادث مروري تعرضت له حافلتهم مع مركبة أخرى خلال توجههم إلى المدرسة. وفي المدينة المنورة لقي سائق مصرعه فيما أصيب 8 أشخاص آخرون في حادث تصادم بين حافلة تقل طالبات وسيارة أخرى بطريق العاقول قبل المشهد بالمدينة المنورة. ينضم لي من جدة الأستاذ محمد عوض عم الطفل المتوفى عبد الملك. اهلا حياك الله استاذ محمد. حياك اخوي. احسن الله عزاكم، والله يرحم عبد الملك ويجعله شافع لابوه وامه و70 من اهل بيته باذن الله. جزاكم الله خير. تعطيني الحادثه اذا ما عليك امر استاذ محمد تشرح لي. والله الحادثه صعب وصفها، يعني شيء ما تتوقع انه يصير لطفل في عمر الورود، يعني طفل يطلع نحطه في مدرسة خاصة عشان يهتموا فيه، يتحمل يشيلوه يعني كأنه ماشية، يسيبوه فوق الباص نايم، يعلم الله قديش تعذب ولا قديش إيش صار فيه ولا كيف حادثة وفاته. أنا لحد الحين ما شفت الطفل أصلا. لو ما جاء أبوه الساعة 12 يدق على المدرسة يحاول يتواصل فيهم بشتى الطرق، ما حد رضي يرد عليه، كأنه اللي راح شيء ما يهمهم. لو ما وصل المدرسة قاعدين ياخذوه من غرفة لغرفة ويحاولوا بس يداروا على المشكلة عشان لا ينفضحوا أو يكفوا الشوشرة عليهم، وفي الأخير يشيلوه في دورية يشيلوه لقسم الشرطة ويعلم من قسم الشرطة إن ولده متوفي. يعني قمة الاستهتار، شيء ما يتوصف. طيب ايش سويتوا بعدها؟ وايش نسال فين الولد، نسال المدرسه، يقولوا الولد تعبان مريض وديناه المستشفى. طيب اي مستشفى؟ ايش اللي صاير؟ ان شاء الله طيب ما في شيء. ففاجانا من قسم الشرطه انه قالوا انه على اساس انه افادوهم بانه الولد كان نايم في المقعد الاخير للسياره، وانه بس كذا يعني بكل برود الدم انه خلاص نسينا فوق الباص. طيب كيف نسيته في الباص؟ فين المدرسة عنه؟
المدرسة الذي هي مسؤولة عن الطلاب ليش الولد غاب؟ لا سألت السائق ولا سألت أهل الولد. يعني شيء يعني ما أدري كيف أوصفها يعني. طيب متى جاكم الخبر؟ الساعة كم؟ الخبر جاءنا تقريبا على الساعة 1:30 2 من قسم الشرطة. يعني هو انكتم جوا الباص؟ والله لحد الحين هم يقولون انكتم جوا الباص، لكن سبب وفاته الحقيقية لحد الحين الطب الشرعي اليوم يقول ظاهريا انه كتمة من الباص، يعني ما عليه اي اعتداء على كلامهم، بس ما تأكدنا لحد الحين. انا اقول لك ما شفت الولد نهائيا، حالة ابوه وامه يرثى عليها. كنا حنفقد ابو الولد في قسم الشرطة لولا الله، ثم قسم الشرطة زهموا على الهلال الأحمر، أبو الولد صابته حالة تشنج، يعني كنا حنخسر أبو الولد وأم الولد في حالة هستيرية طول الليل أمس بتزهم على ولدها، تبغى ولدها بأي طريقة، ما هي مصدقة. أكلمها احتسبي عند الله لدرجة ما هي مصدقة، تقول لي لو سمحت لا تتكلم على ولدي أنه توفى، ولدي بصحة طيبة، ولدي قام المدرسة وهو نشيط، تقول لي رجع من فوق الباص لا عنده يبوسها ويدي، يعني شيء أعوذ بالله من الشيطان، نسأل الله السلامة. كم عمره؟ 6 سنوات تقريبا، 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات بشهر بشهرين. طيب الآن هم ناسينا في الباص من الصباح إلى الظهر؟ الإفادة اللي فادونا فيها أنهم ناسينه في الباص، الإفادة اللي أفادونا فيها قسم الشرطة أنه ناسينه في الباص من الساعة 7 الصباح لحد 12 الظهر، ولا دقوا على بيته ولا سألوا عنه ولا شيء. أقول لك وكأنه ما كان شيء، كأنه ما في، يعني اللي هو اللي احنا متعبنا نفسيا انه حتى لما احنا لو دقينا عليهم حتى لو استجابوا لنا لاتصالاتنا نحس ان في أهمية للموضوع. وش سوالكم إدارة التعليم من الحين؟ والله لحد الحين افادني الاستاذ فايز الاحمدي، دق علي وعزاني وقال لي تحولوا اليوم، اقاموا لجنه في المدرسه نفسها وشافوا قمه الاستهتار وكلمني قال ان شاء الله حقكم ما هو ضايع، والناشد وزير التربيه والتعليم يشوف حل المدارس الخاصه الذي هي مستهتره بهذه الطريقه. واللي يقهرك كمان انهم يقول لك الباص مستاجر، يعني بيدينوا نفسهم بنفسهم، يعني اطفال تروح تجيب له باص مستأجر كأنه مع يعني هم عمالة عشان تروح تجيب لهم باص استئجار، ما تعرف كيف أخلاق السائق، كيف أموره، يعني فين أخلاق الإدارة حق المدرسة؟ يعني طفلي يطلع مع سائق بدون مربية، يعني فين؟ يعني ما هي إيش أقول لك، يعني ما أنا عارف أوصفها كيف. طيب أم إيش وضعها؟ أم الولد وأبوها الآن إيش وضعهم؟ إحنا طلبناهم، حاولنا أنهم يكونوا معانا، ما هم في حالها. أقول لك الولد أمس في قسم الشرطة جاته حالة تشنج ومفك منها بالقوة بعد ما جاء الهلال الأحمر للقسم الشرطة وفكوا التشنج، وأمه أقول لك طول الليل وديناها الساعة 1 في الليل المستشفى يضربوا لها مهدئات يشوفوا لها شيء يهديها، ما قدرنا نسيطر على الوضع، كنا حنخسر العائلة كامل، العائلة كامل بسبب استهتار مدرسة. طيب هو وحيدهم صح ولا لا؟ وحيدهم وما هم ربي إن شاء الله يعوضهم غيره، بس ما هم قادرين، يعني استغفر الله العظيم، وحيدهم وكان متمنين إنه راحوا قسم يعني أخذوا أدوية وأخذوا وسووا عملية عشان يجيب له أخ مسكين يبغى الولد وأخ، ما هو متوقع أن يوم من الأيام يفقده. طيب أخوي محمد عوض عم الطفل عبد الملك الله يرحمه ويسكن الجنة، شكرا لك، يعطيك العافية. احنا بنتكلم مع إدارة التعليم، احنا ما نقدر نسوي شيء، احنا بنتكلم معهم ونشوف ايش اللي ممكن يصير. طيب ينضم لي من جدة هاتفيا مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بتعليم جدة عبد المجيد الغامدي. أهلا أخوي عبد المجيد. اهلا وسهلا، يا مرحبا فيك، حياك الله. ايش الاجراء اللي اتخذته اداره التعليم حتى الان؟ اولا امسي عليكم ومسي على جميع المشاهدين وباسم اداره التعليم جده مدير وقيادات ومنسوبين وباسم التعليم جميعا في الحقيقه
نعزي أسرة الطالب عبد الملك، ونسأل الله تعالى أن يجعله شفيعا لهم يوم القيامة. الموضوع كما تعلمون وكما نشر وكما جاء في بيان إدارة التعليم، أن فائت الحافلة لاحظ وقت خروج الطلاب في نهاية اليوم الدراسي وجود طفل بداخل الحافلة فاقد للوعي، وتم مباشرة الجهات الأمنية في حينها وتولت الموضوع. كما باشر الزملاء في إدارة التعليم وبالتحديد في إدارتي الأمن والسلامة والمتابعة في إدارة التعليم التحقيق فيما يخص الأمر الداخلي في إدارة التعليم. طبعا كان توجيه مدير تعليم جدة توجيه حاسم وعاجل وفوري بأن يتم التحقيق مباشرة ومتابعة التحقيق أيضا مع الجهات الأمنية. من خلال التحقيقات، ما تزال التحقيقات في الحقيقة لم تنتهي بعد، ولكن هناك مرئيات معينة وجدتها إدارة المتابعة الإدارية في تعليم جدة. هذه المرئيات كانت مرئيات حاسمة وسوف تتخذ عندما ينتهي التحقيق. وش المرئيات؟ وش اللي وصلتونه؟ كان من ضمن المرئيات سحب الترخيص من المدرسة، وذلك لوجود قصور في هذا الأمر وفي بعض المخالفات. طيب، من ضمن المرئيات أيضا رفع التقرير بعد انتهائه ورفع التحقيق بعد انتهائه إلى الوزارة بالرياض، إلى وزارة التربية والتعليم، وصورة منه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للنظر في بعض المخالفات التي تمت من مؤسسة النقل، التي لأنك تعرف أنه المؤسسة القائمة على النقل هي مدرسة أهلية، أساسا مدرسة أهلية عالمية، وبينها عقد معين مع مؤسسة أهلية أيضا خاصة للنقل المدرسي. هذه نتيجة ما توصل إليه التحقيقات. طيب، في تعليم جدة سوف يرفع صورة من إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام. طيب، في هذا الشأن. طيب، كم طفل لازم عندنا يموت عشان يعني نقتنع أنه في مدارس في التعليم الأهلي عدد لا بأس فيه من مدارس التعليم الأهلي أنه سيئة، وأنه قاعدة تقدم تعليم تعبان وتقدم خدمة أيضا تعبانة، وباصات بدون مشرفات وخدمة سيئة؟ كم لازم عندنا يصير عندنا زي عبد الملك عشان أنتم تصحون شوي وتصير عندكم تراقبون المدارس وتسحبون الترخيص وتشتغلون الشغل هذا؟ شوف، في الحقيقة نحن فيما يخص المدارس الأهلية لا نرضى أبدا، وهناك متابعة دقيقة للمدارس الأهلية. ما في لو عبد المجيد، ما في متابعة دقيقة للمدارس الأهلية؟ ما في. لو في متابعة دقيقة يكون في مشرفة مع الصغار هذولا. 6 سنوات يا رجل، اتق الله يا شيخ، 6 سنوات ما في أحد معهم، ما يدرون أنه نايم وراء المسكين. المؤسسة القائمة على النقل هي تمت ما بينها ما بين المدرسة وما بين، لو أنتم موجودين ما لعبت المدرسة. لو أنتم موجودين يا عبد المجيد ما تلعب المدرسة، ما تلعب أطفال صغار. أبوه دافع مبلغ مالي لأنه يبغى الولد يتعلم في مدرسة كويسة، اعتقد أنه المدرسة كويسة، طلعت المدرسة الآن سحبتوا ترخيصها الآن عندها مخالفات كثير، توكم تشوفون المخالفات هذه؟ هذه المدرسة وغيرها من المدارس تحت العين دائما وتحت المراقبة. ما هي تحت العين؟ أي مخالفة؟ احلف بالله أنها تحت العين. أي مخالفة؟ احلف بالله أنها تحت العين عندكم. وقف وقف عبد المجيد، وقف، لا تبرر لي. احلف بالله أنها تحت العين، يوميا تراقبونها. أنا سوف أقول لك حقيقة معينة. لا تعطي، ما أبغى حقيقة، أبغاك تقول لي بالله العظيم أنكم تراقبونها. لا، ما بسمح لك. هناك إدارة معينة اسمها إدارة التعليم الأهلي والأجنبي. الإدارة اللي موجودة في التعليم الأهلي والأجنبي تقول لك أنه في باصات مستأجرة وفي عمالة مخالفة. أنت ما تنقل مواشي، أنت تنقل طلاب، تنقل عيال ناس. أخي الكريم، أية مخالفة ترصد، تأكد تماما على موقع الإدارة. لو دخلت على موقع إدارة التعليم سوف تجد. كم مدرسة أغلقت لأنها تعبانة؟ كم مدرسة عندك في جدة أغلقت لأنها تعبانة؟ أدخل على إدارة، على موقع ما إدارة أبغى أنا ما بقى أنا مو شغلي أدخل. شغلك أنت تقول لي إيش سويته. أية مخالفات تغلق المدرسة ويسحب الترخيص أو تعلق. وين كم مدرسة سحبنا؟ موجود على موقع الإدارة، بإمكانكم كان أنت ما تعرف كمتحدث رسمي؟ وبإمكان أي قارئ أن يدخل على موقع الإدارة ويعرف الأسباب التي اسم المدرسة، يعرف المدرسة ويعرف الأسباب التي أدت إلى تعليق أو إغلاق هذه المدرسة. أنت كمتحدث ما عندك معلومة؟ العدد بالتحديد ليس عندي معلومة، لكن لو رجعت إلى موقع أنت طالع في قضية قتل يا أستاذ. هذه لا نرضى فيها، لا نحن ولا أي أحد. ما حد يرضى، ما حد قال لك ترضى ولا ما ترضى.
أنا أسألك أقول لك هذا اللي قاعد يصير في التعليم الأهلي يعني مقنع لكم إنه عندنا تعليم أهلي بهذا الشكل؟ أكيد غير مقنع. طيب إيش تسوون؟ إيش ممكن نسوي؟ نحن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الآخرين. إيش حاسبت نفسك تماما. فيه؟ أنتم مدير التعليم الحازم والحاسم اللي سوى القرار اللي أنت تقول كان حازما مع المدارس وشو؟ نحن نتابع فيما يخص القضية هذه، نتابع التحقيقات التي تقوم بها الجهة الأمنية المختصة، وعلى ضوء هذه التحقيقات سوف تتخذ القرارات الحاسمة سواء فيما يخص إدارة المدرسة أو ما يخص ترخيص المدرسة. كم مدرسة بتغلق الأسبوع هذا في جدة عشان ما نفقد غير عبد الملك يا أخي؟ أو ما يخص كم مدرسة بتغلق في جدة يا عبد المجيد؟ هذا الكلام ما أبغى الكلام ذا، أبغى رقم، أبغى معلومة. كم مدرسة ستغلق الأسبوع هذا بإذن الله في جدة لأنها تعبانة؟ شوف أخي الكريم، أي مدرسة ترصد عليها مثل هذه المخالفات سواء قبل أو بعد سوف تغلق. عبد المجيد هذه نفس راحت، أتمنى أنه مدير التعليم ينزل للمدارس يشوف المدارس اللي قاعد تلعب في أعمار الناس واللي قاعد تجيب كأنها تنقل مواشي، اللي قاعد يصير هذا كأنه نقل مواشي وقاعد يستاجر من شركة ثانية ولخبطة ما أدري وين رايحة وين جاية. أرجوكم يا عبد المجيد هذه أعمار، أم الولد الآن مقهورة وأبوه مقهور. أكيد، ونحن مع أم الولد ونحن مع أبو الولد ونحن نعتبر أنفسنا أهل للولد، تأكد تماما. طيب إذا أهل للولد أتمنى نسمع أخبار مرة كويسة من تعليم جدة أنه في مدارس أغلقت وفي 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 مدارس أيضا صار فيها عقاب على صاحب المدارس اللي قاعد يلعب بأعمار الناس، عيال الناس أعمارهم ما هي لعبة يا إدارة التعليم. تأكد أخي الكريم تماما. أتمنى فيما يخص المدارس الأهلية المخالفة هناك قرارات حاسمة تتخذ في الأسبوع هذا. الأسبوع هذا أي مدرسة؟ الأسبوع هذا وعلى طول العام. أبغى الأسبوع هذا يا رجل، أبغى بعد الحادثة هذه أبغى شيء يصير، أبغى الناس تطمن على عيالها في المدارس الأهلية اللي تعبانة. أخوي عبد المجيد الغامدي المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة، شكرا لك، أتمنى أن نسمع أخبار جيدة لأنه عبد الملك فقدناه وأبوه وأمه حالتهم صعبة، طفل في عمر الزهور 6 سنوات. خلنا نطلع فاصل بلاش نكمل، نطلع فاصل ونرجع.